سندويش مع الحسين، باقي الفارين نصيحة ما بغيتش تنظف. كديرين بخير؟ مس عليكم، كلشي مزيان ان شاء الله، كاع تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كلها مزيانه. المهم كويتات بختيار تقطع في الصباح، انتم جاب اللوبيا الطريقه ديالو ديال بلادو. دابا هو اليوم اللي غيطيب، قال لي خليني انا اللي نطيب، قلت لي دبر راسك، قال لي باش بغيت انا نطيب، قال لي غاش عتبي راسك حيت باقا تابعنا، باقا تابعنا شحال من حاجه، نشوفوا الوجه البنات. المهم قلت لكم البنات ولاد بختيار ان شاء الله جاي اليوم، ما غتفهموا والو الاول كيفاش جاي اليوم. احنا دابا مازال ما فاهمينش الفيلم كيفاش داير، باش نشرح لكم قبل ما نبدا لكم الفيديو باش نتوما تعرفوني تفهموا البلان. دابا احنا اليوم ما كناهمش ناويين يجيو اليوم، كنا ناويينهم يجيو حتى الغد ليه، لانه عيد ميلاد ديال اري. اشنو وقع هنا الحبيبه؟ قال لك بغينا نجيو اليوم وغنبقاو معاكم. بختيار مبغاش يبقى يحكر بزاف، علاش؟ لانه الا جابهم وبقى يحكر بزاف يقول لهم مابقيناش باغي نجيو، فهو صافي بحال دا اليوم على داكشي ديالهم، قال لهم صافي جيو يحمد الله. فداكشي اللي كاين، حنا غادي يجيو، تنظن انهم غيباتوا لانه ما يمكنش جاو اليوم الا وغيباتوا على ودي العيد ميلاد ديال ارين غدا ان شاء الله. وكما قلت لكم الدري راه ماشي العيد ميلاد ديالو دابا، شهر 12، حنا شهر 12 كنا في كردستان، كنا مسافرين يعني في شهر ما بين، كنا ديك الساعه في كردستان. المهم فاش صيفط لي ولدو ميساج في كردستان، يعني في ديك الوقيته كانت العيد ميلاد ديالو. فهذا هو البلان البنات، يعني دابا غادي يجيو، مازال حنا ما عارفينش واش غيباتو ما غيباتوش، شنو هو البروغرام، شنو هو المخطط. المهم حنا غنطيبو لهم والسلام عليكم، غيجيو ياكلوا معانا وداك الشيء. اما راه الله يهدي شي عيالات، اقسم لكم بالله الا بعد مرات شي والدين، انا باش نقول لكم صراحه عمركم تلوموا طرف واحد. كاين الوالدين ملي كيطلق مثلا المراه كيسالي معاها، كاين عيالات اللي كيكونوا راقيين في التفكير ديالهم، ملي تنقولوا راقي انا راه مثلا ما ندخلوش القرايه ولا، كاين اللي كتكون واعيه مربيه كما تنقولوا. منين كيتفارقوا تتقول لك الولاد اش ذنبهم، ما تتعاودش الولاد المشاكل، ما تتدخلش الولاد المشاكل، بالعكس تتخلي ولادهم ولادها تفكيرهم نقي، تلقيها مزوجه وعايشه الحياه ديالها، ولا ما مزوجاش كتصيفط ولادها تتقول لك خليهم يعيشوا، انا تيعجبوني بحال هاد العيالات الصراحه. اما هذاك النوع اللي كيبقى داك المقاتله والروينه كحلا، هو راه قبل تيقوا بيا اقسم لكم بالله، منين كانوا مخاصمين كانت قاطعه عليه الدراري، كان داير محامي، سلام مع المحامي الاول، دار محامي اخر، كان كيمشي لواحد البلاصه عشوك اللي كيقول لك خاصك تجي لواحد البلاصه باش تشوف الدراري، لان ما باغاش تخليه يشوفهم، يعني داك بحال كيتوسطوا ليه، يعني ما تقولوش انه كان زعما ما كان كيدير شي حاجه خايبه للدراري، زعما ما كانش كيعاملهم زوين وهذا، لو كان هكاك راه دابا ما يخليوش يجي يشوفهم، ولكن هي اللي كانت باغا بحال هكا، بحال زعما كتعذب فيه باش يرجع لها. وكانوا محاولات عرفتي الواعره شنا هي، بهادي ما عمرني ما قلتها لكم. دابا هو فاش تزوج بيا فاش ديك الساعه تزوجنا كان كيصيب لي الوراق باش نجي، تخيلوا معايا واحد المره جات هي وهي امها، كانت هذه مره واحده اللي زعما تلاقاو معايا فاس فاس، جات هي وامها وولادها، كان هو كان طالب غير الجده، لانه كان كيهضر غير قبل مني انا، كان كيهضر غير مع جداهم، هي ما كيهضرش معاها. فمنين جاب منين كانوا ناويين جايبين ليه الدراري، لقاهم جايين كاملين، يعني جايين كاملين، وعيط ليا قال لي اسيره راهم جايين جاو عندي، انا راه عيطت غير على الدراري، قلت لك جايب غير الدراري يجيو عندي يشوفوني باش يجلسوا عندي ياكلوا معايا ماكله الدار، حيت ولادهم اغلبيه تيختاروا انهم ياكلوا في الدار، وما عزيز عليهم ماكله ديال بلاد ديال با. قال لي واش شنو بالك، واش صافي زعما نصدرها وسميتو، ولا ندخلهم نشوف شنو هو البلان، شنو علاش زعما جايين. قلت لي دخلهم صافي، يعني جاو داكشي على وجه الدراري خلوهم يدخلوا، انا راه كاينه في المغرب ديك الساعه باقي ما جيتش هنايا. وتخيلوا معايا السيده مع دخلات يدا تبكي، قالت لي بغيت نرجع معاك. قلت لي ما حشمتي علاش ندخل، ولكن انا ما شوفوا انا مآمنه الانسان اللي تيكون تايق في راسو، هذه اللي كنقول لكم عليها. السيد انايا جاي عندي بحال واحد هذيك المره كانت باغي تخشي ليا الهضره بالفن، قالت لي ايوا راجلك دابا دار العمليه نهار اللي غادي يسالي الثالثه ثابته، سالي منك تي الثانيه، ايوا راه غيمشي
كيما دار الاولى غيدير لك النتيه الثانيه وغيمشي للثالثه والثالثه ثابته غيمشي للكرديه. لا حبيبتي قلت لها، قلت لها ضرب عليا الطرقان واش اللي جاي شاد لك الطريق وطلع لك الاوراق وضرب عليك افلام وخرجتي من الدار. انا خرجت من الدار عام قلت لكم بالبكا، شي غير كان كيقول لي انا غنصفيها لراسي كيدير لي فيديوهات اوديوات، يعني عارفه راسي واخا نخليه وسط العيالات ونخرج ما عنده ما غادي يدير. عارفه ماشي الحمد لله ما كاين لا سحور لا والو، كنامن ان داك الشيء كاين ولكن ما كنديروش، ولكن خص الواحد تكون عندها هذا وتكون ثايقه في راسها. غير شي غير تعاملك تخلي الراجل كيجري وراك. خاصني نعطيكم نتوما الدروس، غنعطيكم البنات الدروس نتوما كتبانوا لي خاصكم حصص. المهم البنات قلت لكم دخلات بدات كتبكي، جابت معاها واحد الايه ديال القران كانت شحال هادي فاش كانوا ساكنين ساكن هو وياها كانوا معلقينها في الدار. جابت معها داك الايه ديال القران وقالت لي انا راه بغيت نرجع عاوتاني هاد رمضان جاي، كان ديك الساعه قرب رمضان، قالت لي هاد رمضان جاي بغيت نصوم وبغيت هادي وبغيت نتوب وبغيت نقرا افلام هو شحال ومعاهم وين افلام رضي جاوبت لكم صافي. بقول لها سمحي لي، قال لها واش نجيكم نيشان راني تزوجت. عرفتي كي ولات؟ قال لي ولات صفره، قال لها تزوجت باش ما بقاش، قال لي صافي خليها تدبر على راسها. قال لها صافي عيشي حياتك وانا نعيش حياتي راني تزوجت صافي. يعني موراها منين صافي انا وياها تزوجنا دي غير كخلاصه القول اللي نتوما ما عارفين صافي. موراها منين انا وياها تزوجنا هي فاش موراها شي دبرات على راسها. المهم واحد السنغالي هذا هو اللي كاين البنات وعندها ولد، هذا هو اللي كاين حبيباتي عندها ولد قد ارين، يعني ارين رانا كنت حاملت هي كانت حامل. المهم حبيباتي هذا هو اللي كاين. المهم عطيتكم غير خلاصه القول، عطيتكم غير خلاصه القول هذا هو اللي كاين. كنقول لكم الدراري ما عندهم حتى شي ذنب، يعني بحال دابا الدراري جايين خصني نفرح بهم، يعني داكشي راه فيه الاجر والله العظيم الاجر ديال انك كتهلاي في شي حد. داكشي ما عمرك ما تبقاي تشركي شي مع شي، ديما في حياتك خدي كل واحد وبلاصتو كما قلت لكم في فيديو اللي فات، كل واحد والحب ديالو غير على الثاني، يعني ما نشبهوش واحد بواحد. ايوا هنايا البنات شفتو هنا مول الفكره وجد كلشي بالليل بحال هكا كنقاد وهذا، حتى البارح فاش جاب اختي من الخدمه يعني مع الليل قال لي راه الدراري راه دواو معايا بميساجات وهذا صافي راه غادي يجيو. قال لي الصباح غنوض بكري غنتقدى داكشي اللي خاص، منين غندي ارين غنجيب معايا التقضيه. قلت لي صافي ما دا مع ارين كما شفتو جاب معاه داكشي الروز وجاب معاه داك اللوبيا والمسائل وداك الحيمات وداكشي اللي خاص. ايوا انا نتقاديت الصالون حيت كنجمعوا انا البنات مع الدراري تيبقاو يلعبوا بالمساند واش نخلي لهم راحتهم صافي كنعليه الفوق. انا حطيته غادي يجيو اليوم ولاد باختيار، راه غير باش تعرفوا البنات راه انه الدراري راه ما عليهم حتى شي حاجه، راه هو عارف. قال لي انا راه معاش، راه قال لي عارف العقليه ديال هادشي كامل. قال لي ولا ما تحتاجي تقولي لي، حيت انا كنقول لا الدراري كنخافوا زعما ياخذ شي نظره زعما على الدراري وداكشي، كنقول لهم مساكن ما عليهم حتى شي حاجه، كنبغيوهم زعما يبقاو يجيو وهذا وما تحبسش العلاقه ديالو بهم. قال لي انا راه عارف اللي كاين، عارف اللي كاين. دابا الدراري 100% على ما فهمنا انهم هما ضغطوا على انهم غادي يمشيو، حيت دابا راه تبارك الله راه الدراري ولا ولدي مراهقين، يعني راه مابقاوش دراري باقيين صغارين كيرضعوا صباعهم بحال شحال هادي تشديهم تسدي عليهم وتقولي لهم لا. دابا راه ولا عندهم هضرتهم اخرى عاوتاني غير فشي حوايج تحرج، راكم عارفين كيقدر الدري كيتبع الوالدين ديما، راه واخا الدري ما عرف شحال يكون عندهم العام الا والديه قالوا ليه قول وهادي واذا خلي شي هضره راه يمشي معاه، خصوصا الدري تيكون في مرحله ديال المراهقه وداكشي تيتكال ليه الدماغ دغيا. ايوا هذا هو اللي كاين والله يهدي بحال هاد العيالات. والله العظيم انا ما تيعجبنيش الواحد اللي تيكون نصيحه لكل وحده، عندك وليداتك صغارين مطلقه ولا واقع شي مشكل مثلا مع عائله الراجل، ولا ما تدخليش الدراري في المعمعة بحال مثلا كي اللي كتحارب الدراري كتبدا تقول لهم ومني يجي عندك عمك تفل عليه، ولا مني يجي عندك هذا كتحق ديال الدري تما تخرجي عنده عقد نفسيه. بعدي من الدري بعدي من الدري خليهم يعيشوا بسلام، تحاربي انت كما بغيتي ما عرفتش شنو ديري، ولكن ولادك خليهم يعيشوا الطفوله ديالهم مع عباد الله. المهم القبيضات سالينا الحمد لله والشكر لله، جمعت الدنيا فكيت عليا بعدا. غير هو هنايا لا ناب المره الجايه فاش غنمشي للمغرب غناخد ناب اللي ما غيغطيش ليا النقشه، حيت الناب اللي عندي كان عندي واحد شبكه ولكن ما خديتش لي داك الميكا ديالو، يعني
فعندي واحد شبكه ولكن كان طاش عليا واحد المره، جاو عندي الناس وتكب عليه اتاي ولا معلقه القهوه ودبغ، وخاص بنتو ما بغاش تحيد داك الطاش، ولا درتي ليه عاوتاني جافيل غادي تحيد الكولور حيت هو ماشي ابيض بحال تقولوا ذهبي، والبلاستيك البيضه ما درتهاش ليه الساعه ما كانتش عندي. شوفوا البنات الجو كي داير، هذه راه باقي محطوطه هنايا، قلت لك من حيده من قيصه من قرب لها جاي سخون الحال، قال لك عيب باش تعطيني خاطري نحيد داكشي، قال لك خليها بحال هكاك، قلت لي راه غتصدي وغتخسر، قال لك لا المهم بقيت في الصالون وداكشي تهنيت، حيت باقي تابعني غنمشي ندي فارين غنرجعو نرجع نفطر عاد باش غنتحرك، حيت هما غادي يجيو عندهم اليوم مدرسه مع قارين بحالهم بحال الدراري يعني راهم قارين تا هما تيسالو المدرسه عاد باش تيسالو المدرسه باش غادي يمشي يجيبهم. صافي حبيباتي يلا حطي جفارين، يلا حطي جفارين ودابا غدا ناخذ شي لعيبات. غير بلاتها باش نقول لكم واحد الحاجه، بلات لي شويه اسي غلاضيتي انا البنات فاش كنت درت العمليه كنت مضطره انني خصني نضعف باخر درجه كنشوف كرشي فين وصلت النيفو ديالها، يعني فاوتوماتيكمون الوجه كيضعف الجسد كيضعف، ولكن دابا هذا هو الحد ديالي بارك عليا، يعني ما بغيتش هذاك الضعف بزاف وفي نفس الوقت ماشي نكون غلايده. المهم الحمد لله ما عنديش كرش ما عنديش جناب، انا خدامه مازال بقى لي غير شويه شي كيلوات هما اللي خصهم يتحيدوا، انا خدامه عليهم دابا راه تنشرب دوايا وداك الشيء صافي موراها الله يجعل البركه، هذا هو الوزن ديالي اللي انا عاجبني. صافي الكبيدات غادي دابا نمشي لتي سايد بارك، بنات اللي عجبهم هاد البلاصه سميتها تي سايد بارك حيت كاينين بنات اللي هما قرابين ليا ماشي بزاف شويه اللي تقدروا ديبلاصاو هنا، فهداك الشيء زويون كيقولوا لي حنا حدانا ما كاينش بحال هكا، ها نتوما هادي راه سميتها تقول سميتو تي سايد بارك هاد العيبات فهاد المحلات كاملين. البنات صافي وصلت، عرفتي صرعوها لينا داروا لينا بري مارك هنايا، ويلي 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 دابا ما نحتاجش حتى نمشي للسونتر كلشي كاين هنا، هانتوما هاي البلاصه هادو ترى كلشي كاين هنايا، نعمة نعمة هاد القنت هذا. صافي البنات خديت شي حاجات ديال المواعن كانوا خاصين لي، ايوا دابا غادي نرجع في حالي كو 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 عشي عيش مشى مع الوقت نعيش، دابا خصني نمشي نجيب دراري عيط لي بختيار قال لي خصك تحركي الروز اللي واقفه. المهم باختيار، المهم بنات المهم باختيار دراري في المدرسة. I got my keychain مش كان دي جميت I was doing good singing. قلت لكم البنات باختيار كان غادي باش يمشي يجيب ولادو، حتى قال لي الا كنتي ما غتمشي لا هكا لا هكا جايه نيشا للدار انا غنتسنى ارين، حيت ارين البارح بدا تيبكي وقال لي ديني معاك، قال لي ديني معاك ماشي بكا بدا كيتغنغن ديني معاك ديني معاك، قال لي صافي انا غادي نديك معايا غير هي، قال لي ما غنديكش معايا الا غتعطل حيت انا كنتي غنتقدى. دابا ملي شافني خرج عيط لي يلاه دابا قال لي اجي اجي لك انت غترجعي نيشا جيبي ارين انا غنتسناك ماشي مشكل، واخا نتعطل عليهم شويه الدراري المهم دي معايا ارين حيت نعم استاذ عطا شي واحد الكادو قال لك بابا غيشوفو غيقول لي هاي 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 نعم ليلبا بحال ليلبا سير يلا سير مع دادي باش يا قصص نايت اغاكي باش يا يو نو يو كيف اللي لوست بكيف يا ماما غنعطيك سمثينغ نايس بار فاش بكيتي هي بغات تمشي فاش كلا بغشيها ها هو غيرجع ها هو غيرجع كلشي انتما طيب الحيمات على الطريقه ديال بلادو، هذا الطبخ ديال بختيار ولي طيب هادشي، قلت لي انا غنطيب قال لي لا خلينا انا نطيب. ها نشوفوا البنات هنا هاد لاصوب لاصوب ديال اللوبيا شو حبيباتي في الاكل الكردي واو عشان مسرع كيسرع الطير. وهنايا الرز البنات شوفوا انتما كي مفتول وغزال
الطياب ونوريكم شنو خديت دابا، شي حاجات اللي خرجت دابا على جوج الحوايجات الفيديو، شي حاجات غتشوفوهم في الفيديو الجاي، شي حوايج غتشوفوهم في هذا الفيديو. هذا هذه القرعه هذه خديت هادو العصير، ها نتوما شفتوا البنات مع القرعه ديال العصير عندي داك في الاحمر طلعت لي في راسي، جوج الانواع ديال العواصير كلشي غادي تكون مشابهه. فخديت هادو كل وحده كدير 7 باوند، هذا الموديل اللي خرج نتوما مكتوبه فيه نيو، شفتوا داير بحال هكا ما فيه لا غطايا لا والو، تيجي هكا تتكبينيش ساهل ليك. هادو خصني ندير لهم بلاصتهم مع هنايا رقاقين. هادو خديت هادو البنات، هادو شتو زوينين، هادو بانوا ليا في المغرب موجودين اصلا في كل مكان هادشي، وكينحمقوني علاش مجموعين. وليت صراحه كنصحكم تاخذوا شي حاجه بحال هكا، علاش كيسهلوا عليك، تجيو كتحطوها مره واحده مابقاش يلا كل حاجه تحطها راسك، كل وحده دايره 5 باوند البنات في بي ان ام. بي ان ام فيها هاد الزوينين ديال القراعي ديال سميتو ديال هاد القراعي ديال الجلسه هما مستنيين. شنو اللي ساعدني انني نخرج هو انه باختيار هو اللي طيب. ثانيا دايره انا بحساب غدا ان شاء الله، ولا غدا ان شاء الله فيه بزاف د الحوايج ما يدار، داكشي علاش درت متفقعيه اليوم نشغل ونمشي نتقدى داكشي كامل اللي خاص الدراري وداكشي عاوتاني بالليل يبغيو ياكلوا كيبغيو داكشي تقيس طاس راكم عارفين، فداكشي علاش خرج. اما انا مولفه فيا نخرج من يكون جاي شي حد كنبغي نتخشع مع داكشي ديالي. البنات اللي تيسولوا على هذا الطريقه ديال بختيار تيقولوا لي منين هي، من انجليزيه، وكما تنقولها لكم ديما عمرنا ما تنحكموا على شخص ديما بلاد كامل نفس الشيء، راه الناس راه طوب وحجر، سواء شخص انجليزي من الاصل ابن عن جد، سواء عربي سواء كردي سواء مين ما كان الشخص، عمرنا ما نقارنوا البلاد مع داك الشخص، راه كل واحد كيفاش داير، راه ماشي كل اللي كيسمع صافي انجليزي تيقول صافي راه ملائكه الرحمن، راه فيهم وفيهم كما حنا عقوم ديالنا بحال هكاك ميكس، حتى هما كاينه خيلوطه، كاين الزوين وكاين الخايب. شي قلت تنسالي عاد باش غنبدل حوايجي، مع ما كنقدرش نبقى في الدار ندور بهاد الحوايج بحال هكا كيديرونجيوني. هنايا لالا ويا لالا، وجدت كاع داكشي اللي كيعجب الوليدات، الشوكولا المكسرات القليه، واخا انا القليه ضدها مابقيتش كندخلها عندي للدار غير دابا هاد المناسبه، داكشي علاش شريتها حيت الدراري كيحماقوا عليها ولادو كيبغيوها بزاف، داكشي علاش شريتها، ما كاع ما كناخذها كاع انا للدار. صافي وجدت هادشي، شوفوا فين عليتو طلعتو الفوق يا اختي مع فارين خطيره كيبان لها الشكلاطه داكشي، هز لي هادشي وتهرب به. صافي هنا البنات غنوجد لهم اتاي وداكشي ستيل ديال بلاد بوهم، درت لهم طبعا سلاش وهذا بقى لهم والو غيجيو دابا شويه غيوصلوا يقلبوا تقلبوا شي 10 دقائق يكون هنايا بعدا فكيت عليا الحطه. المهم البنات كملت كل شيء، هانا اللعيبات ديال العصير، هانا الماكله واجده الحمد لله، طباصل والجبابن وداكشي غسلتهم، رديت داكشي باش يسخن، شعلت عليه البوطه باش يسخن، وي هذا طفات باش الظهرين يعني شتي علاش ما كنبغيوش يدخلوا عندي للكوزينه، تنعرفوا واش كيديروا. هانا البنات اتاي حطيت لي داكشي ديالو وانتم شفتوا، درت لهم حطه كرديه بريريد والمسائل. انا يا اختي بدلنا حويجاتنا انا ولا لا فالين، انا يا اختي رحمه السيده ربي هاد الماكسياج اختي موبيل اللي يجي عندك اللي جراك مستوره وفي نفس الوقت مرتاحه. هانتوما على بنتي كتعاون لي حتى هي، انا على الزوينات، انا على الفنات، انا على الكبيدات الفنات تعاونوا مامي. برافو بالي عرفتوا البنات هاد الكليب ما كتفرقوش بحال الله، لاحظت البنات كنت فالين لاحظت البنات عزيز عليهم شي حاجه يكونوا شادينها في يديهم، هادي لاحظتها بزاف، كنعرف بنات حتى هما عندهم بنياتهم بحال هكا في لاجي فارين وكبر
عرفتي كيقول لك بالليل خاصها مانطا ديالها ما تتفرقهاش ولا خاصها النونوز ديالها ولا مونيكتها نوصلو ها هو ارين شي دقدق يلا جيو باري لاش ديسنا هاي ارين تتلافا كتخدم عاوتاني وي عمتي تندير المونتاج اش نضحك نديرها بزاف انا ديما فحال هكا تيجي شي حد صاي كنترون كنبدا نخربق وندير هكا عرفتي راه واحد الوقيت اللحم كله كان يجي فوق صدري بزاف ميمكنش ايوا انا البنات صافي حطيت هذا الشيء شوفوا هنا المغرفه اللي بغيتها ما لقيتهاش اختي مع فارين وليت تهز لي الماعن انا درت حتى تماك حطيت داك الشيء وانا نمسح داك الجبابن قلت لها اختي صافي غير جلسوا لهيه حتى نقاد لكم الطبيله ونحط كل شيء باش اجيو دابا هاد الاكله هادي البنات هما ديما فاش كيبغيو يجيو تيقول لهم شنو بغيتو فين بغيتو نمشيو مثلا ناكلو ونخرجو كيقول لي بغينا ناكلو عندك عاد باش كيبغيو يمشيو شي بلاصه كيموتو على ماكله ديال الدار ديال هكا ديال الدار بالاخص هاد الاكله ديال الرز واللحم واللوبيا هادي هي الاكله ديالهم المفضله عندنا هنا ديال الماكله قالت لك والو حطها لي انا راسي دابا هي فيها واحد الطبيعه الا جا شي حد ما مولفاش عليه تقول لك ما بغيتش نجلس معاه ونجلس بوحدي كتبغي تخشع في ماكلتها راسها يلا كلها ماما زوينه كول كل حبيبه فينا كبويدات فنين صافي خلي شويه قلت لك اختي راه يكونوا نتوما الاولانيين مع بالو لي حشمانين شويه قلت لي صافي غيكولوا انا غدا نخليهم على راحتهم عاد باش نزيد لها الكرسي الكراسه لهيه ما كاينينش ما جبتش باختي الكراسه من بيت الخزين صافي تعش هدير صافي منين نسير ساحه حتى هما كيبانوا ليا قلت لكم محشمانين هنا عيط لي باختيار قال لي جيت تاكلي انا هزيت هادشي بديت كناكل بالواقفيه قلت صافي غنضرب على هادشي دغيا ناكل غير نوضو نبدا نغسل في داكشي ومع النوض ناض ارين عشي باش كيشوف فيا وانا كندور وجهي كيغمز فيا كيقول لي دوزي تجلسي زعما علاش دايره على راسك بحال هكاك العاده بواقفه انا شندور وجهي لي السيد واش بغى يفهمني زعما بغيت نقول ليه خليهم على راحتهم ارين فين So two latte and you? Cappuccino. Cappuccino. Same as well. Arin, you? I'm cappuccino. You want a choconino? Arin. Before you say choconino. Sophie, bless you. صافي انا بديت كنحيد عليا هادشي باش ما يتجمعش عليا على الاقل غير نخوي الطباصل باش منين بغينا نغسلهم نلقاهم واجدين والحمد لله عجباتهم الماكله صراحه جا واعر بختيار خطير في الطياب الكردي واعر هادشي هو الاولاني نشوفو شنو غنحط معاه عاد كنحط هاد الحطه هادي شنو غنحط فيها والحطه الثانيه شنو غنحط فيها وي 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 انا قلت لكم انا شنو ملي ملي كنولي فاف يعني كيجي شي حد لا لا صافي حنا وجدت لاطيخ طيبتها في الفران مع ناضو من الماكله صافي خشيتها في الفران وجدتها لا لا يليدي صافي سالي واي بس كلي دبا صافي البنات هادي هي لاطيخ
ديالي على أريك. ويلاش كنت غندير ويلي كنت غندير شو ذا سكوكرز What's inside? What is inside, Dad? Peanuts. That's peanuts. Yeah, I'm not allowed to eat sugar. سبحان الله اليوم في واحد الخوم والله ما يمكنش. جاب الدراري ويلا فاش كانوا جايين جاب لهم داكشي اللي كيعجبهم كيعجبهم شي حلويات خداهم غير فاش كانوا جايين اقلم انا ما كناكلهاش عرفتي فاش كنت في كردستان كان الطبخ باختيار جالس ويقول ليه قال ليه باه قول لها تاكل قلت لها بغيتي ما نقدرش قال لها قول لها تاكل اجي قال لها اكل قول لي واخا اجي كليت وحده كبيره غد لي صبح فيا واحد الحبوب في ظهري حيت مجرده شبعانه الحلاوه شوفوا كي دايره مهسله هانتوما البنات وخدي لهم هادي هادي خلاص هادي هادي شبعانه الحلاوه حتى لو بحال هكايا Yeah. Huh? How do you mix it with this? The juice? Yeah. They like it? Yeah, how do you mix it? شنو عندنا واعرة في العواصر محلابة؟ بانانا، ستروبري اند بلوبري اند ستروبري ميلك. لا صح اكل صافي هنا الشوط الثاني كريويسات مع القهوه انا وبختيار بغينا كابوتشينو وهما بغاو لاتي انا غنوجد ليهم جاب الله زدت خديت لي كابسول صافي حبيباتي وجدت جوج لاتي وجوج كابوتشينو بنات هاد الماشين ديال القهوة ولدو كيحماق على القهوة سولتو قلت ليه عندك ماشين قال لي لا ماشيها قال لي صافي غنجمعها لي وغنعطي شي فنيجنات وغنعطي داك الكيسان ديال لاتي وغنعطي شنو اخر قال لي باختيار انا حفرتك راجع عندي الكوزينة ودي ما تيقول لي اخر مرة كانوا معايا شي ناس كتصيبت لهم داك القلية ولدهم حماق على داك الماشين قال ماما عافاك شري لي بحالها قالت لي واخا من بعد خليتها سالينا شديتها لبويتها وانا نديرها في ميكا وانا نعطيها لها قال لي ويلي ديال الولاد قلت لها غير خدها شري لهم واحد اخر قال لي بغيتي في القاعدة حاجة تكوني كتموتي على دوية ناري هادي راه مايمكنش تخطاني يقولك شي وحدة عطالي تتحيدها من راسك وتعطالي انا بحال هكا دايرة خارجه لماما فوتو كوبي ماما تي مسكينه كانت فحال كات شي حد يقول لها زوينه تلويها شحيده لينا حنايا واش عطاها نغسلهم ليه ونعطيهم ليه اسمع ليا بسم الله عليكم اسيا دابا راه مخي عطاهم الفلوس ما تشريهاش ليهم سلام مخي عطاهم واخا عطاهم الفلوس ما غاتشريهاش ليهم هي خصك تعطيها لهم بحال هكا فهمتوا البنات صافي غنعزل لهم هنايا البارتي حسن مثلا غنمشي نشري لهم وحده اخرى نشري وحده اخرى غنقدر ناخذ لي وحده شي ديال المغرب المهم انا غادي نشوف عيني مزال واخا المغرب كاينين ولكن انا بغيت ندي معايا اوريجينال ما انا اختي ما نغسلهمش تي تكاو لي تفرجوا على فين نغسل سير اري سير داك الكيسه من غسلو منو ما نغسلو حيت خليتها جوج ديال لاتي زعما على ودي وعلى ود بختيها عطيه شو هادي باش يدير فيها العيبات ديالو باش يدير فيها داكشي يعلقو فيها صافي عطيتو شويه ديال الكيسان هادو ديال سميتو حيت عقلت عليه واحد المره جا قال لي زوين عجبني الشكل ديالهم زعما كيفاش دايرين هادو كابسول
جمعت لهم شويه د اشي كوري راه فيه ميثان داخل بيضه هاد الكحله غير باش هو اتاي صافي كتبصوا عطيت هاد الكبسوله هادو باش ملي يجي للدار يبدا يشرب حيت خرج وشريهم عطيتهم صراحه كيفاش اخر شيء البنات مكار غنمشي نجيب لهم الماكله من الخدمه عندي ديال المطبخ قبيله داكشي لي شتو غدا قال لي العشاء غنجيبو لهم من الخدمه باش نوعو لهم بدات نحط هاد الماكارون هادو شي اللي قطرني عليه الله راه درتو اليوم شوفوا وجهي كيبان فيه التعب عرفتي كنحس بلا فاتيك مع لاصال البارح جهدت على راسي بزاف بحال تقولوا رجع ليا العيا وقلت النعاس ديالي حتى هي خرج عليا يا اختي صافي كيتفرجوا دابا في الماتش غنمد لهم هادو سلام ارين وير از يور براذرز دي جون باك هوم اوكي صافي خصني نجمع غير الطبيله هادي والله حتى يلا صحابني ساليت المعن مع خطيت المعن باقي يلا كنطرف في الدنيا ديت المسيح الحمد لله فكيتهم عليا خصيت المعنات وداك الشيء بقى لي داك ديال الصالون صافي رقدت له القرع انا بحال هادو كنرقدهم تيجوني ساهل يعني نخليها واحد ساعه موراها دغيا كنضرب عليها كيطير داك الشيء صافي غنخرج حاشاكم الزبل تقول لي ما الدراري مشاو غنجمع الدنيا وغنطلع الفوق نسترح وغدا نعاود لكم شدتني الدوخه بزاف البنات شفتي دابا غنحط راسي ما غنعش شي على مصيبه كي دايره وليت فيها شي لحاله كيوليت فيها انا البنات ايوا هنا البنات اش غنقول لكم شتوهم انا قلت لكم مشاو الدراري صافي بخشير مشى يديهم كنا معولين عليهم غيباتو الساعه ما يعني فهمنا بحال هكا لانه ولا جاوا قبل النهار قبل باش غادي يدوزوا مع ارين داكشي وكنا ناويين انني بغا ندير كيك بحال هكا لارين وندخشي معها كيك ديال خوه بحال هكا كمفاجاه ليه يكون بحال هكا شي كادوات وهذا بواحد مني واحد من بخشي ولكن خاص لي كوبل يكونوا لي يمشيوش مع اي مشكل يجي يمشيو مع اغلبيه كيوقعوا مشاكل هذا وعلاش انا مع البنات اللي تيقول لي ناري واحد مطلق مشاكل علاش حيت كاينين الناس ماشي يعرفوش يسيروا الامور ديالهم تينوض عندهم المشاكل واخا قلت لكم يكون واحد سيليباتير كينوضوا مشاكل لانه داك الجوج ما عارفينش كيفاش يلقاو الحل لداك المشكل ديالو Operation for what? My nose. Your nose? قال لكم انا غنمشي ندير العمليه النيفي بحال بابا علاش؟ What's wrong with your nose? فديما منين تيوقع علينا بحال هكا منين تجي شي بلانات هكا صافي عيش داك اللحظه اللي انت دوزتيها في داك اللقطه من بعد داز داك الشيء صافي انويلي ما تبقايش تفكري فيه علاش وقع هكا علاش هادي تبقاي تلومي من هنا والراجل حتى هو دايخ ما عارفو يشد لك من جهه خاطر ولا الاخر هذا بحال انا نعطيكم مثال اقسم لكم بالله ماشي زعما تنقول لكم هاد الهضره غير تنبغي نقولها لكم لا النيفو ديال التفكير ديالي كيفاش تنفكر ولا بختيار هو تيتشاور معايا انا بعض المرات تنقولي صافي مشاكلك خليهم عندكم خليهم عندك علاش تشوفوني انا بعض المرات تلقى راسي داخله فشي معمعه بلا ما كنشعر حتى كنقول لكم صافي هذه التوبه هو كيدخلني فيها كيعجبو تفكيري كيفاش تنفكر كيقول لي دابا عطيني الحل هادي وشنو غندير في هادي هو كيبدا يسول فيا حيت قلتها لكم منين الراجل تيشوفك انك باغا ليه مصلحته وما تتحفريش ليه وما باغاش ليه الشر هو كيولي يقلب عليك انت تدخلي معاه في مشاكله هادي ديريها في بالك بحال دابا غتشوفوا في الاخر شنو وقع واحد البلان كون كانت شي وحده اخرى اش غدير غتكبرها غتقول لي خلي هادشي هنايا انا ودوها نبرد سمي فيها نوض لها الا تقول لك هي اللي خاسره في جميع الاحوال حيت هي اللي جايه عندنا ولكن لا تنفكر بالعقل راه شي حوايج تيكونوا صغارين تيدخل فيهم الشيطان يولي كبيره ومالي على حال شي انا عندي بزاف ما يدار عندي مستقبلي تنفكر بزاف حوايج نضيع حياتي في جوج دقائق تجي غرني الشيطان نصدق دايره شي حاجه الله ما اختي انا نضيعش مستقبلي وحياتي على شي حاجه تافهه كنعيش اللحظه ديالي تنمتع راسي تندير اجر في داكشي اللي قدرت عليه داكشي الباقي شلحو ورا ظهري اوف واخيرا ساليت يا خطي تنسالي تمارشي صافي تنحيد عليا داكشي كو 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 اسمعني الدراري غيجيو يشريو مع داكشي مازال ما جاش سلتو ديرو السلاسه واش
هذا قوشي تشد واحد هذا قوشي ويلي وي شوفوا كيفاش كيتبارك شي ويلي 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 على الزين زين اللباس ها هو زين اللباس اييه قال لها اريني دير الهومورك ديالو غيطلع سالس ام سام اييه و ال ويل اوكس بوكس اييه زيد ايه سام ايه مامي افتر فينيش ماي سكولك شلاي سي ات يا ان شاء الله كيدوي على اللبسه ديالو قال لك واش غنشوفها حيت غدا معروضين عند شي ناس غيديروا حفله قال لي توداي او توداي غنبقى واعر هادي توداي او تومورو سو توداي وات سليفت توداي وات سليفت يو هاف تو سليب يا افتر سكول ان شاء الله اوكي اوكي غود نايت ولدي يلا نعس يلا نعس باش تكون مرتاح ان شاء الله وتمشي نايس بارتي يلا غود نايت جوجي نايت لوفلي جوجان جوجان غنجمع هاد الشيء غنطرفهم قبل ما غنعس يلا جا غيدير بابا اش كدير ثانك يو عبا شكرا بزاف جزاك الله فيل فيري فيري الله يرحمك والدين شكرا فيري فيري هارد جوب بحال ولادي جزاك الله الخبز هذا ما يمكن انت زي ما يمكن عيتي جس ايت ميكين من عائلته كتطيب الخبز مسكينه كتطيب الخبز طيب الخبز الراجل كياكل مسكينه ما خلاوهاش حتى تعمر داك الطبق ديالها قالك يلا كطيب كياكلوا قالت لكم داكشي كتجبدي مسكينه يعني زيدوا على مولات اتاي ايوا الناس قلت لكم صيي غنصيب اتاي قلت لكم الدراري كانوا ناويين غيباتوا اصحيطات لهم قالت لهم دابا غتجيو الدراري ما بغاوش يجيو قلت لهم الا ما جيتوش غنجي لكم انا هو ملي سمع غنجي لكم انا حيت كانوا دايرين اوسبارلر واحد الوقيته الهضره كتسمع يعني بغاو يسمعوا علينا ما ماشي حنا اللي بغينا حنا بغينا نبقاو الدراري شي بالاخص صغير يعني دابا شحال عنده ابن عام تقريبا شي 15 عام بغا يبقى قال لي لا انا بغيت نبقى الكبير واخا هكاك ما قالتش شي حاجه بقى ساكت مخير هو يقول له خلي هادشي ديك الساعه تشوف شنو غيطرا قلت ليه اختيار واش حنا دابا الدراري باغيين يجيو دوزوا واحد الوقيته تقدير مشاكل هنايا قال لي خلي تجي هنا نعيط لها على البوليس علاش تجي هنايا زعما بغات تجي تحيح زعما هو هذا هو اللي كاين صعب من موراها هو يقول لي صافي غنخليهم الاحسن يمشيو انا كنعمر لك اتاي سمعتي اختيار ورشي بعدا ان وير هير بليس دونت ثينك سو شي ستاند ذير باش نعمر لك اتاي ونكمل لكم الهضره كاين الباكيت بعدا من جهتنا داز كلشي مزيان عجبهم الدراري الحال هذا هو الفضل وهذا هو الاهم حال اما الباقي لا يهم انتما كيما كنقول ما قلتها لكم تيتفرج داكشي غير بالفن يعني داكشي ما يعني دابا تبان شكون اللي دار هاد البلان كامل بان بحال دابا بغات غير الجو يتعكر وصافي كيف خصك تكون خدمه هذا علاش داك الغواش ندوز خفوا راسنا وشوه هنايا من على حالنا والدرار رغم ذلك راه ما بقاش صغار راه كي راه عارفه راسو ماشي راه صغير بغا يشدد صافي الصغير قال لي بغا يبقى في الاخر بني يشوف ولد كبير قال لهم صافي غير سيرو مره اخرى اما هما راه بغاو يدوزو معاه لانيفيرسا وقلنا لهم عاد يبقاو فيه بغاو يبقاو معولين حنا موراها غادي يمشي يجيب لهم الماكله ويبقاو هنايا ويمشي هو يجيب الماكله من خدمته ولكن اختي هذا هو اللي كاين انا قلت لكم كاين شي عيالات ما تعجبهمش الحال انت بالعكس من حدك كتهلاي انا كندير قلت لك على وجهك وعلى وجه الوليدات ذوك القوا ملائكه اما راه الا جيتي تحقق شي في الدنيا هذه زعما الا جيتي كل واحد تحقي معاه اش كيدير معاك باش تردي لي داكشي اون فاس مع داكشي كيفاش بنادم كيتصرف معاك كيفاش غديري معاه راه غديري بنادم حتى شي واحد ما غديري معاه مزيان غتعرفي غير راسك وتقولي نفسي وبس هذا هو اللي كاين وقتي ان شاء الله تشوفوا ندوزوا لعيد ميلاد ديال ارين والله الا بغيتهم يبقاو مع ارين داكشي ارين مسكين كل مره يقول لي علاش مشاو
شتي صافي مره اخرى ما بغيتش ندخل ليها راسو مشاكل. هذو اللي كاين البنات نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. هذا هو كان نهارنا. غنحمر لي دابا اتاي باري نحطها في بلاصتها غنمشي نطلع لها حشفه القوالب. كدير راسها ناعسه وهي راه ما ناعساش. والبنات حيدت عليا القهوه بالليل نبدا نشربها غير في الصباح الليل اوهول كما شفتوا داك الاتاي وداك الشيء والقهوه اللي خديتهم اتاي ما فيهمش الكافيين ونتمنوا خير. بوسه لكم كاملين حبيبات نشوفكم ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم البنات.